أعزائنا طلاب الصف الأول الثانوي، أهلا بكم في منصة البث المباشر لوزارة التربية والتعليم. النهاردة يا أولاد إن شاء الله هنكمل مع بعض درس الزراعة. هنعمل مراجعة كده سريعة على الجزء اللي اتشرح يوم الحد عشان الطلبة اللي ما كانتش موجودة، وفي نفس الوقت هنكمل الجزء اللي باقي الثروة الحيوانية والسمكية، وكمان هنحل امتحان مع بعض عشان نتعود على حل الأسئلة. طيب الطلبة اللي بتسأل إحنا نذاكر إزاي، على اساس ان احنا طبعا مش موجودين معانا دلوقتي الكتاب، الموضوع بسيط جدا. هتذاكر زي ما طول عمرك متعود انك تذاكر، مش مطلوب منك انك تحفظ خالص، مطلوب منك انك تفهم السؤال، وفي نفس الوقت انت لما هتيجي تحل الاسئله لو مثلا السؤال مطلوب فيه اجابه خريطه، يبقى اكيد في الجزء الخاص او اللي هيتوزع علينا اللي هو ورقه المفاهيم، يعني من المفترض انه اكيد هيبقى فيه خريطه. ذاكر بطريقتك العاديه جدا، ومش مضطرين ان احنا نحفظ ارقام يعني، لكن برضو بنبقى عارفين الارقام دي بتدل على ايه. يعني لما اقول مثلا النسبه الاكبر مثلا لعدد المتعلمين في انهي نوع من التعليم، انا مش عايز احفظ الرقم بس عايز اعرف انهي نوع من التعليم، وهكذا بناخد منه استنتاج للمعلومه وليس حفظ الارقام في حد ذاتها. طيب تعالوا نشوف مع بعض كده النهارده ونراجع الجزء الخاص بالزراعه. قلنا ان الزراعه من اهم الانشطه الاقتصاديه اللي بيعتمد عليها اقتصاد مصر، وهي مرتبط طبعا بيها الثروه الحيوانيه والثروه السمكيه. طب ايه اهميه الزراعه؟ انا لو سالت السؤال ده لاي حد في الطلبه عندي في الفصل مثلا وبقول لهم يا اولاد هي الزراعه دي مهمه في ايه؟ اول جمله هيقولها لي الطالب او هيرد عليا بيها اي ميس دي بتوفر لنا الغذاء، صح؟ عدد من السكان بيشتغل فيها، في محاصيل بنصدرها، يعني دي معلومات تقريبا راسخه في دماغنا ومعلومات عامه، ففعلا الزراعه هي كل ده في اهميتها. وعدد كبير جدا من السكان من القوى العامله تحديدا بيشتغل في الزراعه ما يزيد عن 29%. برضو انا مش مطالب ان انا احفظ الرقم زي ما اتفقنا، لكن باخد المعلومه فقط. طيب بعد كده اتكلمنا عن العوامل اللي بتاثر في قيام حرفه الزراعه، وقلنا ان العوامل دي هي عوامل طبيعيه وعوامل بشريه. اتكلمنا عن العوامل الطبيعيه وقلنا انها عباره عن ميه، تربه، مناخ. تاني، ميه، تربه، مناخ. طب ايه مصادر الميه اللي موجوده عندنا؟ قلنا الاساس عندنا يا اولاد احنا عارفين ان بلدنا قايم فيها الزراعه على نهر النيل، يبقى الاساس الاول عندنا واللي بتعتمد عليه الزراعه بنسبه 99% هو نهر النيل، وخصوصا بعد ما تم تحويل نظام الري في مصر من الري الحوضي للري الدائم. عشان نقطه الري الحوضي والدائم دي مهمه جدا وهتيجي تتكرر معانا في العوامل البشريه، فنوضحها وبعدين نبقى نشوفها كده تاني في العوامل البشريه. الري الحوضي ده كان موجود قبل ما نعمل مشروعات ري، يعني ايه قبل ما نعمل مشروعات ري؟ يعني قبل ما يبقى في عندنا قناطر وسدود وترع، كانوا الفلاحين يقسموا الاراضي الى احواض كده، يعني اجزاء كده عامله زي الاحواض، وتيجي ميه الفيضان تغمر الاراضي الزراعيه، وبعدين الفلاحين يستنوا لما الفيضان يتراجع او موسم الفيضان ينتهي، وبعدين يبداوا يحطوا البذور ويتركوا المحصول ينمو، وبالتالي هنا الارض بتتروي مره واحده في السنه من ميه الفيضان، وما بنزرعش كده غير مره واحده في السنه مرتبطه بموسم الفيضان. لكن بعد كده لما بدا يتعمل مشروعات، وهنعرف طبعا من امتى بالتحديد، او يعني المفروض ان احنا عرفنا من الحصه اللي فاتت تقريبا من عهد محمد علي لما بدا عمل القناطر الخيريه، بدا بقى يبقى في اكتر تحكم في الميه، وازاي احنا اللي بنوصلها للترع من خلال القناطر. بدانا بقى نزرع اكتر من مره في السنه، عشان كده اسمه ري دائم. وطبعا هنعرف برضو انه الري الدائم ده في العوامل البشريه زي ما له مميزات له عيوب، يعني بنزرع اكتر من مره بس برضو في سلبيات للري الدائم. دي كده بس عشان بنوضح الفرق ما بين الري الحوضي والري الدائم. طيب طبعا بما انه نهر النيل مهم بالنسبه لنا، فاحنا يعني لازم علاقتنا مع دول حوض النيل، احنا درسنا طبعا حوض النيل، فلما اقول الكلمه دي مش غريبه عليكم، لازم علاقتنا مع حوض النيل او مع دول حوض النيل تبقى علاقه جيدة، علاقة وطيدة، وده علشان ننمي موارد النهر ونحافظ على مية النيل. المصدر الثاني زي ما عرفتوا هو المياه الجوفية، وده الغريب يا ميس، المصدر الثاني هو المياه الجوفية مش الأمطار. مش الأمطار، ده الأمطار دي آخر مصدر يا ولاد. ليه الأمطار آخر مصدر؟ لأنه طبعا الأمطار انتوا عارفين أنه هي مرتكزة في مصر عندنا على السواحل الشمالية، سواء يعني بشكل مباشر أو من خلال حفر الآبار، لما مية الأمطار بتتسرب في
باطن الأرض، ممكن برضو نحفر ونلاقي مياه في الآبار، فتبقى برضو نوع من المياه الجوفية تسربت من مياه الأمطار. طب العامل الثاني في العوامل الطبيعية هو التربة، والتربة هنا بنفرق ما بين نوعين، تربة طينية وتربة رملية. تربة وادي النيل والدلتا والفيوم طبعا هي عندنا هي التربة الطينية اللي اتكونت نتيجة إرساب النهر زي ما عرفنا في الترم الأول، ودي تربة متجانسة وتقيلة. لكن التربة الرملية اللي بتبقى موجودة في أودية الصحراء، في الواحات، في شمال سيناء، في الساحل الشمالي، ودي تربة رملة خفيفة يا ولاد، يعني لو دلقت في الرملة شوية مية كده هو بتمتصهم بسرعة، وبالتالي فهي بيقول لك إن هي تتسرب فيها المياه بسرعة. ده الفرق ببساطة بين التربة الطينية والتربة الرملية. بقى التربة الطينية تربة تقيلة، لكن التربة الرملية تربة خفيفة. الطينية تقيلة، الرملية خفيفة. العامل الثالث معانا هو عامل المناخ. عامل المناخ طبعا المناخ أكيد لازم يؤثر في الزراعة، سواء من خلال الحرارة أو من خلال الرياح أو من خلال الأمطار. تأثير الحرارة بيظهر في نوع المحاصيل، بمعنى أنه أنا في مصر مثلا عندي في المناطق الجنوبية في مصر أنا عندي الحرارة تقريبا مرتفعة، فهنلاقي أن المحاصيل اللي بتحتاج لدرجة حرارة مرتفعة هي اللي بتجود زراعتها في مناطق الجنوب زي مثلا قصب السكر والذرة. أما المناطق اللي في الشمال فبتتميز بالاعتدال، ودي يا أولاد هنلاقي مثلا المحاصيل اللي هي تحتاج درجة حرارة معتدلة أو تميل إلى فصل الشتاء، عشان إحنا عموما فصل الشتاء عندنا طبعا زي ما إحنا عارفين فصل دافئ، زي القمح، زي بنجر السكر، زي الشعير. بالنسبة بقى للأمطار إحنا تعرضنا لها وقلنا الأمطار مرتكزة على السواحل الشمالية. أما الرياح أنا عندي في نوع من الرياح بيأثر تأثير سلبي على الزراعة، وهو رياح الخمسين، لأنه إحنا زي ما عرفنا في الترم اللي فات إنه رياح الخمسين دي رياح محملة بالرمال والأتربة، وبتهب في الفصل اللي إحنا موجودين فيه دلوقتي اللي هو فصل الربيع، وبتضر بالمحاصيل، لأنه الرمال والأتربة دي لما بتيجي مع الهواء ببساطة جدا بتوقع البراعم والأزهار اللي موجودة في المحاصيل الزراعية. يبقى ده بالنسبة لنا كده الجزء الخاص بالعوامل الطبيعية. طب تعالوا بقى على العوامل البشرية كده بسرعة. قلنا في العوامل البشرية إن أنا عندي نظام الري، نظام الصرف، والعمالة الزراعية، والسياسات الحكومية. بالنسبة لنظام الري أنا لسه حالا متعرضة للنقطة دي، وقلت إن نظام الري في مصر تحول من نظام الري الحوضي، وده طبعا كان في بداية القرن 19، إلى نظام الري الدائم. مين أول واحد قام بالموضوع ده؟ طبعا هو محمد علي اللي كان مهتم جدا إنه يزرع المحاصيل الصيفية، فعلشان كده بنى مشروعات ري كتيرة جدا، وطبعا احنا عارفين منها القناطر الخيرية. ايه بقى المشروعات؟ وتاني بنفرق ما بين الري الحوضي والري الدائم. الري الحوضي كان مرتبط بموسم الفيضان، مرة واحدة بس بنزرع في السنة، يجي الفيضان، الفلاحين مقسمين الأرض لأحواض تغمرها مية الفيضان كده وتتشبع بيها، تبدأ تتراجع مية الفيضان، يبدأوا الفلاحين بعد الانتهاء يحطوا البذور ويقلبوا كده عليها الأرض وتبدأ تاخد فترة نموها. أما الري الدائم فهو زي ما قلنا اللي بنتحكم في المحاصيل، إحنا بنزرع عايزين نزرع إمتى، وبنتحكم في مية الري وبننظمها. طيب إيه المشروع الأول؟ الترع. ببساطة بنحفر من نهر النيل قناة أو مجرى، عشان كده بنقول عليه اصطناعي، يعني إحنا اللي حفرناه، وبنوصله بالأراضي الزراعية. طبعا عندنا أمثلة كتير زي ما أنتم شايفين على الخريطة، عندنا ترعة الإبراهيمية، عندنا ترعة السهاجية، عندنا ترعة الجرجاوية، ترعة أصفون، وادي أهي استكمال ترعة الإبراهيمية. طيب نركز بس كده شوية، نركز في إنه الترع مرتبطة بقناطر، عشان ده المشروع اللي بعده منه على طول اللي هي بوابات على مجرى النهر. لما بنقفلها يبقى بنقفل بوابات القناطر دي، منسوب المية بيحصل له إيه؟ بيرتفع. لما يرتفع ينزل يروح على فين؟ يعني هيخرج، هيروح على فين؟ لازم تكون قدامه ترع. لازم تكون قدامه ايه يا ولاد؟ ترع. فينزل في الترع عشان توصل للاراضي الزراعيه، عشان كده هتلاقوا في كل الخريطه اللي قدامكم ديت كل قناطر مرتبطه بترع موجوده امامها او بتخرج الميه من القناطر. طب احنا مش عايزين نروي، بنخلي البوابات بتاعه القناطر مفتوحه وبتبقى منسوب الميه طبيعي او منسوب الميه زي ما هو جاري في النهر وفي الترع. تمام؟ يبقى ده بالنسبة للترع والقناة. طبعا احنا لو بيجي لنا سؤال هنا في الخريطة
احنا هنا مضطرين نرجع للخريطة، يعني انا برضو مش هحفظ كل القناطر وكل الترع اللي موجودة على الخريطة، لكن انا اقدر ببساطة زي ما قلت لو انا جايب سؤال، وهنوريكم طبعا دلوقتي هنشوف الخريطة، فبرضو لو جالنا سؤال اكيد لازم يجي لنا معاه في ورقة الاسئلة هتبقى معاه الخريطة، يعني حتى لو جاي لنا سؤال بالمنظر ده السؤال مرتبط بخريطة. الاول لو ما كانش موجود، لو كان موجود معنا الكتاب كنا هنرجع نبص في الكتاب، لكن هنا طالما السؤال محتاج خريطه يبقى لازم السؤال نفسه يبقى فيه خريطه، فانت مش هتبقى محتاج ان انت طبعا تبص في الكتاب لان هو كده كده مش موجود معانا. يبقى ده بالنسبه لنا الترع والقناطر، وطبعا ادانا امثله على القناطر الخيريه وادانا مثال على قناطر اسنا، لكن احنا زي ما احنا قلنا قدامنا قناطر كتير، ادي قناطر اسنا، قناطر نجع حمادي، قناطر اسيوط اللي بتخرج من امامها ترعه الابراهيميه، وطبعا عندي على فرع دمياط هنا اهو قناطر زفته، وعندي على فرع رشيد فوق خالص اهو قرب البحر المتوسط هي قناطر ادفينا. دي تقريبا معظم القناطر اللي موجوده عندنا، والقناطر الخيريه اللي هي يعني بالقرب من القاهره اللي هي بيبدا من عندها تفرع النيل لدمياط ورشيد. يبقى ده يا اولاد بالنسبه بسرعه كده برضو معلش عشان احنا بنحاول ان احنا نراجع الدرس بقدر الامكان، ده كده الترع والقناطر. اما السدود والخزانات فانا عندي حاجتين، عندي سد اسوان خزان اسوان وعندي السد العالي. ملاحظين انا قلت ايه؟ قلت خزان اسوان والسد العالي. طب ايه الفرق اللي ما بينهم؟ ببساطه تخزين في اسوان عارفين عامل زي خزان البيت كده، انت عامل في الشقه عندك خزان علشان المايه لو قطعت فبتستهلكه وبعدين ترجع تملاه تاني، اهو ده فكره خزان اسوان، انه بيتملي بجزء من ميه الفيضان ويعاد ملئه في الفيضان اللي بيجي في السنه اللي بعدها، يعني بيتملي كل سنه، فعشان كده نوع التخزين فيه تخزين سنوي. اما السد العالي لا، ده التخزين فيه تخزين قرني، يعني ايه قرني؟ جاي من القرن، يعني يشيل الميه ل 100 سنه قدام، لان احنا اتكونت قدامه طبعا بحيره السد العالي، فعشان كده بنقول ان نوع التخزين فيه تخزين قرني او تخزين دائم، بيخزن كل ميه الفيضان ولسنوات متتاليه. طيب اللي بعد كده نظام الصرف، انا معلش انا كنت بقول بسرعه شويه، المفروض انه يعني احنا بس كده دي مراجعه سريعه. بالنسبه لنظام الصرف كان بقى من عيوب الري الدائم يا اولاد، ودي لازم نبقى عارفينها حتى لو يعني مش موجوده في الشرح، بس هي غالبا موجوده في كتاب في سوره معلومه اسرائيليه، انه لما بدانا نروي اكتر من مره في السنه بدات جزء من ميه الري تزيق، الارض مش بتحتاجها، يعني احنا بنروي الارض بتاخد حاجتها وفي جزء هي مش محتاجاه، طب بتعمل بيروح فين الجزء دوت اللي هو ميه زراعه المفروض بيتسرب لباطن الارض؟ بدا منسوب الميه الباطنيه دي اللي بتتسرب بدات تزيد، فبدات تعمل لي ايه؟ ترفع لي نسبه الاملاح في التربه، ترفع لي نسبه الاملاح في التربه، فطبعا ده هيضر بالمحاصيل وهيضر بالتربه، فكان لابد من ان احنا نتخلص من هذه المياه الزائده عن حاجه الارض الزراعيه، عشان كده اسمها صرف، يعني ايه صرف؟ يعني تخلص من المياه الزائده عن حاجه الارض الزراعيه. عندي المصارف في مصر زاد اعدادها طبعا بعد بناء السد العالي بشكل كبير جدا، مختلفه في اطوالها وفي اعدادها. هنلاقي مصارف كتيره جدا موجوده في محافظات الدلتا او في منطقه الدلتا، وفي عندنا طبعا مصرف موجود في الوجه القبلي هو اسمه مصرف المحيط، لكن في الوجه البحري عندنا بقى مصارف كتير اللي هي جايه لنا في الكتاب. عندي مصرف بحر البقر وده موجود في شرق الدلتا، يعني لو جاب لي اي محافظه من شرق الدلتا ميتها بتروح على فين الزايده يبقى مصرف بحر البقر. وسط الدلتا مصرف زفته. غرب الدلتا مصرف ايتاي البارود، ده يعني في محافظه البحيره. يبقى ده بالنسبه لاهم المصارف. طيب بالنسبه للعامل الثالث هو العماله، وطبعا العماله هي اساس قيام الزراعه، ودي اتكلمنا عنها وقلنا نسبه العاملين نسبه مش قليله، لكن النسبه دي في تناقص مستمر. ليه في تناقص؟ بسبب طبعا احنا خدنا في الدروس السابقه بسبب الهجره من الريف الى المدن، يعني في خطر هنا على الاراضي الزراعيه نتيجه الهجره الداخليه. طيب اخر عامل معانا هو السياسات الحكوميه، ودي راجع للحكومه عايزه ايه؟ هي بتحدد الاراضي الزراعيه اللي عايزه تزرعها، طب عايزه تزرعها بايه؟ طب هتساعد الفلاحين بايه؟ هتقدم لهم قروض، هتقدم لهم بذور، هتقدم لهم اسمده، كل ده من خلال الدوله ومن خلال الجمعيات الزراعيه اللي موجوده في معظم المناطق الريفيه، يبقى ده بالنسبه للسياسات الحكوميه. بعد كده اتكلمنا يا اولاد على المحاصيل الزراعيه، واتكلمنا عن محصول القمح، وقلنا ان هو محصول شتوي
بيتزرع في معظم أنحاء مصر سواء في الوادي أو الدلتا والواحات والساحل الشمالي، يعني هو محصول منتشر. طب ليه المحصول ده بيتزرع كتير قوي كده في كل أنحاء مصر؟ طبعا لأن زي ما احنا عارفين ده أكتر محصول مهم في غذاء المصريين، هو محصول الغذاء الرئيسي ولا يكفي الاستهلاك المحلي، بالرغم ان احنا بنزرعه كتير، يمكن احنا أكبر دولة عربية بتزرع القمح لكن مش بيكفينا، وطبعا ده راجع للمشكلة أو للزيادة السكانية. وبالرغم من ذلك مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، أكتر دولة في العالم بتستورد قمح إحنا، طبعا ده راجع لإيه؟ زي ما قلنا راجع للمشكلة السكانية أو الزيادة السكانية، مش بيكفينا، فبالتالي إحنا معتمدين عليه بشكل أساسي. القمح ده لا هو حاجة هنستغنى عنها ولا حاجة نقدر نقول مش عايزينها، ده اللي هو على أساسه بنعمل الرغيف العيش، فإحنا هنا محتاجينه. فده بالنسبه لمحصول القمح. طبعا اكبر محافظات منتجه ليه هي البحيره والشرقيه والدقهليه. طب الدوله علشان تحاول تزود محصول القمح ده بتعمل ايه؟ بتحاول ان هي تزود المساحه المزروعه، تستخدم بذور جيده علشان تديها انتاج جيد، تستصلح اراضي سواء في هوامش الدلتا او في الصحراء المصريه. بالنسبه للارز هو المحصول الثاني، محصول صيفي. مصر مصدرة لمحصول الأرز وبيتركز زراعته في منطقة شمال الدلتا. اشمعنى شمال الدلتا؟ لأنه معروف عن محصول الأرز يا ولاد إن هو من المحاصيل اللي بتتروي بمياه كتير، وحتى هو من المحاصيل اللي توسعنا في زراعتها بعد بناء السد العالي أكتر، وبيتحمل ملوحة التربة. وإحنا كنا قلنا قبل كده إن الأطراف بتاعة شمال الدلتا بتتميز أو فيها ارتفاع في نسبة الأملاح في التربة. علشان كده قلنا انه محصول الارز من المحاصيل اللي منتشره في شمال الدلتا او بتتزرع في شمال الدلتا، واخيرا في مصر الوسطى بدا يدخل شويه. يبقى ده بالنسبه لنا الجزء الخاص بالارز. بالنسبه لقصب السكر وبنجر السكر كده مقارنه ما بينهم سريعا، القصب صيفي، بنجر السكر شتوي. القصب هو المحصول الاساسي في انتاج السكر، البنجر هو المحصول الثاني في انتاج السكر. طيب يعني الاثنين بناخد منهم السكر، لكن مين الاساس عندنا؟ قصب السكر. مين الثاني؟ بنجر السكر. طبعا القصب صيفي لكن بنجر السكر شتوي، يعني قصب السكر بيحتاج لدرجه حراره مرتفعه، تربه طينيه ثقيله، عشان كده نلاقيه موجود في كل الصعيد. يعني الناس اللي من الصعيد عارفين فين يا ميس موجود، موجود في اسوان، موجود في قنا، موجود في سوهاج، موجود في كل محافظات الصعيد. اما بنجر السكر هنلاقيه في المحافظات اللي موجوده بالذات في الدلتا او محافظات الوجه البحري زي كفر الشيخ والدقهليه، لكن بدا يدخل شويه في محافظات الوجه الابلي. يبقى ده بالنسبه لمقارنه بين الاثنين. نيجي بقى للمحصول المهم جدا عندنا اللي هو محصول القطن. ماله القطن يا سنه اولى؟ القطن طبعا محصول نقدي. يعني ايه نقدي؟ يعني بيجيب لنا دخل قومي وبنصدر منه للخارج، وبالتالي بيدخل لنا عمله صعبه. اكتر المحافظات، وطبعا هو منتشر في محافظات كتير الحقيقه يعني، لكن اكتر المحافظات اللي بتزرعه الدقهليه والبحيره والشرقيه وبني سويف. طيب في محاصيل تانية شباب بتتزرع؟ طبعا في محاصيل تانية بتتزرع زي الذره الشاميه والفول والشعير والخضروات، بس حته بسيطه كده عن القطن معلش نسينا نقولها، ان القطن يعني في السنوات الاخيره قلت زراعته او انتاجه قل شويه. يا ترى ليه؟ علشان الدوله بدات تحاول يعني تقلل من المساحة المزروعة قطن، وفي المقابل تزود من المحاصيل اللي بناكلها بقى اللي هي زي القمح مثلا. يعني أنا هقلل قطن هزود قمح، عشان هي نفس الأراضي اللي بنزرع فيها القمح هي اللي بنزرع فيها القطن، بس القمح شتوي لكن القطن صيفي. ده بالنسبة للجزء الخاص بالمحاصيل الزراعية. طبعا عندنا مشكلات بتواجه التنمية الزراعية في مصر. طبعا يعني بسرعة كده سريعا لأن أنتم المفروض تكونوا سمعتوها المرة اللي فاتت، تفتت الملكية الزراعية، انه الارض متقسمه متجزأة. انا ما عنديش مساحه كبيره كده على بعضها ازرعها وتديني كميه كبيره، لا ده الحيازه ما بتزيدش عن 5 فدان، يعني كل واحد عنده بالكتير 5 افدان، فكل واحد بقى يزرع على مزاجه، فدي مشكله بتواجه التنميه. انه في ناس بتبني على الاراضي الزراعيه وبالتالي بيبوظوا الاراضي الزراعيه فبتتناقص مساحتها. طبعا كمان العماله الغير مدربه، حتى الزراعه دخلها اساليب تكنولوجيه حديثه، زي ما قلنا المزارعين اللي بيهاجروا دلوقتي حاليا من المدن، من الريف أسفل ثم إلى أحيانا إلى الخارج، فده بيؤدي لتناقص مساحة العاملين مع استخدام الوسائل القديمة مع الآفات اللي بتؤدي إلى انخفاض إنتاجية الفدان.
وكمان التصحر. ايه هو التصحر؟ اللي هو عدم قدره الارض على انتاج النبات. فين التصحر ده موجود؟ هنلاقيه على هوامش الدلتا والوادي والواحات، على الهوامش بتاعتهم، لاننا بنقرب من الصحراء، فبيبقى فيه نوع من زحف الرمال فبيؤدي الى قله خصوبه التربه. في الحقيقه يعني اسباب للتصحر ممكن تبقى اسباب بشريه وممكن تبقى اسباب طبيعيه. لو طبيعيه دي اللي هي زي نقص المياه او زحف الرمال، لكن لو بشريه دي بتبقى بسبب الانسان، لانه الانسان هو اللي مثلا ممكن يسيب الحيوانات تبقى موجوده في الارض وتاكل كل حاجه فيها كده، فيبقى في نوع من انواع الـ زي رعي جائر كده، فده يؤدي الى التصحر. او ممكن يجرف التربه عشان ياخد الطمي بتاعها ويستخدمه في صناعه الطوب الاحمر، فده برضو يؤدي الى تصحر الاراضي الزراعيه. انا بقى عايزه اتغلب على كل ده، عايزه اعمل مقترحات نقول بقى عكس الكلام ده كله. استصلح اراضي على هوامش الدلتا والواحات، شمال سيناء والساحل الشمالي، اهتم بمشروعات الري والصرف لانها مهمه، ادخل وسائل حديثه، سلالات جيده من المحاصيل. ايه السلاله دي؟ اللي هي البذره اللي بنحطها يا اولاد اللي تديني انتاج كويس، وده نقدر نقول عليه في التنميه نوع من انواع التوسع الراسي. التوسع الراسي يبقى في توسع راسي ان انا بهتم بزياده انتاجيه الفدان، لكن في حاجه اسمها توسع افقي ان انا بزود مساحه الارض الزراعيه. ده الفرق ما بين توسع راسي وتوسع افقي. دول هم المحورين اللي بتشتغل عليهم تقريبا التنميه الزراعيه. لو توسع راسي بستصلح اراضي، لو توسع افقي بزود انتاجيه الفدان. ده من خلال طبعا كمان بيحصل من خلال مساعده الفلاحين ومدهم بكل اللي يحتاجوه في الزراعه ودعمهم ونقابه الفلاحين اللي مهمه جدا. ده كده بالنسبه لنا، يعني بنحاول برضو نفكر الناس اللي ما حضرتش معانا عشان كانت المواعيد جديده بالدرس اللي شرحه مستر محمد حصه يوم الاحد. هنكمل دلوقتي، فاضل لنا جزئيه صغيره اللي هي الثروه الحيوانيه والسمكيه. اتفضلي مس ايمان. ان شاء الله يا شباب، بس عايزه اقول نقطتين لان الشات كله بيسال احنا لحد فين. يا جماعه درس التعدين والصناعه يعتبر درس واحد، يعني احنا هناخد التعدين مع الصناعه باكت كده درس مع بعض مش منفصلين، وبالتالي امتحان ابريل ان شاء الله لنهايه درس التعدين والصناعه، يعني الصناعه الجزء بتاع الصناعه معانا لنهايه درس التعدين. تمام. النقطة الثانية بقى، لأني ما لحقتش أجاوب، بستأذن المس إن أنا أجاوب على الشات. في طالب بيسأل ليه بتتناقص نسبة العاملين في الزراعة، وده بسبب الهجرة المستمرة من الريف للمدن، خاصة هجرة الشباب نتيجة لانخفاض مستوى المعيشة وعدم توفر فرص عمل. مس مرسى مشكورة، رجعت معانا الجزء بتاع الزراعة. دلوقتي إن شاء الله هنتناول الجزء الخاص بالثروة الحيوانية في مصر. حقيقة الثروة الحيوانية ترتبط ارتباط شديد بالنشاط الزراعي. طب ايه يا مس دليلك على كده؟ الدليل على كده ان هناك انواع رئيسية من الحيوانات بتعتمد في غذائها على الحقول او على الاراضي الزراعية. يعني غالبا معظم الفلاحين او المزارعين عندنا في مصر مرتبطين بتربية او بترتبط معاهم تربية الحيوانات. كتير من الفلاحين بيربوا حيوانات عندهم في الارض الزراعية او بجوار الارض الزراعية، وده قديما عشان استخدم الحيوان في اعمال الحقل، في عمليه الحرث والنقل وبذر البذور. لكن حاليا في الوقت الحالي الاله والميكنه الزراعيه والتقدم التكنولوجي في مجال الزراعه حل محل الحيوان، وحقيقي الحيوان ما عادش ليه اي دور في عمليه الزراعه، لكن هو مرتبط ارتباط شديد بالارض الزراعيه. وباكد تاني ان معظم المزارعين او الفلاحين في مصرنا الحبيبه بيربوا اعداد من او كم كبير وهائل من الثروه الحيوانيه. انا عايزه بقى اعرف ايه هي اهم الحيوانات اللي موجوده عندي في مصر. احنا بنمتلك عدد لا باس به من الثروه الحيوانيه، طب ايه هي اهم الحيوانات اللي موجوده عندي في مصر؟ عندي، وممكن يجي لي رسم بياني ويوضح لي ايه هي اهم الحيوانات وانا استخلص منه البيانات. وطبعا احنا اتدربنا قبل كده ازاي نقرا او نحلل الرسوم البيانيه. طبعا انا عندي من اهم الحيوانات اللي موجوده الاغنام، يليها الماعز، ثم الابقار، الجاموس، واخيرا الجمال. وقلنا يا سنه او يا شباب، قلنا قبل كده ان الثروه الحيوانيه لا تتناسب مع امكانيات، النسبه بتاعت الثروه الحيوانيه عندي في مصر منخفضه جدا. طب ليه اعداد الثروه الحيوانيه عندي منخفضه؟ هي حقيقي بتنخفض الثروه الحيوانيه في مصر نتيجه لعده اسباب.
لو بصينا للرسم اللي موجود عندي الرسم الدياني هلاقي ان اعداد الثروة الحيوانية في تناقص مستمر، او النسبة لا تتناسب، او يعني امكانيات مصر والموارد بتاعتنا المفروض تتيح لي ان انا امتلك اعداد كبيرة من الثروة الحيوانية، ولكن مع الاسف الشديد لو بصينا للرسم البياني الاقي ان النسبة اللي بنمتلكها من الثروة الحيوانية قليلة بشكل عام. طب وليه؟ اولا انا عندي الحيوانات اللي موجودة، عندي الاغنام زي ما قلنا دي اكبر نسبة مصر بتمتلكها، يليها الأبقار، ثم الماعز، ثم الجاموس، وأخيرا الجمال. طب النسبة دي قليلة صح يا مس؟ أيوة قليلة. طب قليلة ليه؟ لأسباب كتيرة جدا يا سنة. لو بصينا هنلاقي إن السياسة بتاعتنا بنتوسع في زراعة المحاصيل الغذائية، الحبوب الغذائية زي القمح، الأرز، الذرة، وده طبعا على حساب محاصيل أخرى زي محصول البرسيم اللي بيعد الغذاء الرئيسي أو المصدر الرئيسي للحيوانات كمان، ودي يعني تقريبا قدرت الدولة إنها تقضي عليها نوعا ما، إن في عدد كتير من المزارعين كانوا بيستخدموا الحيوانات في عملية الزراعة، وده بيؤدي إلى إجهاد وضعف الحيوانات وإصابتها بالهزل والموت، وحتى قدرتها على الإنتاج بتبقى قليلة جدا. ولكن نتيجة للتقدم التكنولوجي وإحلال الآلة أو الميكنة الزراعية محل الحيوان، الموضوع ده الحمد لله أو المشكلة دي قدرنا نقضي عليها. كمان أنا عندي مشكلة إن بتنتشر العديد من الأمراض اللي بتؤدي إلى موت الحيوانات زي الحمى الكلاعية وجنون البقر، في وقت أو في المقابل الإمكانيات البيطرية عندي منخفضة. يعني إيه الإمكانيات البيطرية؟ يعني إيه أصلا البيطرية؟ أنا عندي الطب البشري والطب الحيواني أو الخاص بعلاج الحيوانات، فبقول عليه الطب البيطري أو العلاج البيطري. أنا إمكانياتي في العلاج البيطري حقيقي لا تتناسب مع قدرتنا كدولة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف المصنعة محليا، كل هذه العوامل المتضافرة أدت إلى انخفاض أعداد الثروة الحيوانية في مصر. وعلى الرغم من كده، ودي حقيقة تقال، إن الدولة بتوجه جهود كبيرة جدا من أجل زيادة الثروة الحيوانية عن طريق الاهتمام بالرعاية البيطرية والاهتمام بالتعليم البيطري، تمام. كمان الدولة بتحاول إنها تقلل من أسعار وبتخفض من أسعار الأعلاف المصنعة محليا، بتحاول إنها تتوسع في زراعة المحاصيل الخاصة بأعلاف الحيوان زي البرسيم في الأراضي اللي بيتم استصلاحها. فحقيقي الدولة بتوجه جهود كبيرة جدا من أجل مواجهة مشكلة الثروة الحيوانية، تمام كده يا شباب. ويبقى كده الثروة الحيوانية ما فيهاش غير جزئين، الجزء الأولاني إن في أنواع رئيسية من الحيوانات بتعتمد على الأراضي الزراعية وعلى الحقول وعلى الحظائر في غذائها، ده عشان يقول لي هو أنا الثروة الحيوانية ليه ربطاها بالنشاط الزراعي؟ لأن الحيوانات بتعتمد في غذائها على الأراضي الزراعية أو الحقول أو الحظائر. كمان عندي معظم الفلاحين، نسبة كبيرة جدا من الفلاحين في مصر بتربي الحيوانات، قديما كان بهدف إنها تعتمد عليها في عملية أعمال الحقل زي عملية حرس الأرض، بذر البذور، نقل المحاصيل، ولكن نتيجة للتقدم التكنولوجي وإدخال الآلة وإحلالها محل الحيوان اللي هي الميكنة الزراعية تم القضاء على الموضوع ده، بس برضو الفلاح ما زال يهتم بتربية الحيوان علشان يدر عليه الفائدة أو بتعمل فائدة سواء منتجات ألبان أو لحوم وهكذا. أهم الحيوانات اللي موجودة عندي تاني الأغنام، عندي أهم الحيوانات هي الأغنام، الأبقار، الماعز، الجاموس، وأخيرا الجمال. نسبة الثروة الحيوانية عندي منخفضة، وده بيرجع إلى نقص المساحة المزروعة بالأعلاف زي البرسيم، المساحة قليلة. طب ليه مس قليلة؟ لأن إحنا بنتوسع في زراعة المحاصيل والحبوب الغذائية على حساب المحاصيل الأخرى زي البرسيم وزي ما مس مرسى لسه قايلة، القطن وغيرها من المحاصيل الأخرى. كمان ودي الحمد لله الدولة قدرت تقضي عليها، إن المزارعين بيعتمدوا على الحيوانات في عملية الحقل أو في أعمال الحقل، وده كان بيؤدي إلى إضعاف الحيوان وإجهاده
وبيؤثر سلبا على الحيوان، ده بالإضافة إلى انتشار العديد من الأمراض اللي بتفتك بالثروة الحيوانية وبأعداد كبيرة من الثروة الحيوانية زي جنون البقر وزي الحمى القلاعية، ولكن الدولة فعلا بتوجه جهودها للقضاء ومواجهة على هذه الأمراض عن طريق نشر الحملات والتوعية وغيرها من الجهود المبذولة. قلة الإمكانات والرعاية البيطرية زائد ارتفاع أسعار الأعلاف المصنعة محليا، وقلنا إن الدولة بدأت توجه جهودها للتوسع في زراعة البرسيم لخفض أسعار المنتج المحلي من الأعلاف الخاصة بالحيوانات زائد الاهتمام بالرعاية البيطرية للحيوانات في مصر. ويبقى كده خلصت الثروة الحيوانية اللي قلنا انها بتتكلم عن حاجتين، الحيوانات بيعتمدوا على الارض الزراعية، نمرة اتنين ان الحيوانات نسبتهم قليلة وده عشان الاربع او الخمس اسباب اللي قلناهم، نقص المساحة المزروعة، استخدام الفلاح للحيوان في الحقل ودي قضينا عليها، انتشار الامراض اللي بتفتك بالثروة الحيوانية، قلة الرعاية البيطرية، وارتفاع اسعار الاعلاف. اخر جزئية عندي في الدرس وهي الثروة السمكية. الثروة السمكية المقصود بها الأسماك بجميع أنواعها زي البوري البولتي وغيرها من الأسماك، وإحنا عندنا أنواع عديدة جدا من الأسماك، والقشريات زي الاستاكوزا والجمبري وغيرها من القشريات، ودي بتعد مصدر رئيسي للغذاء وبنعتمد عليها اعتماد أساسي في الغذاء خاصة في المحافظات الساحلية زي مثلا دمياط اسكندرية وغيرها من المحافظات الساحلية. تمام يا شباب؟ طب هي مهمة يا مس؟ طبعا مهمة جدا. اولا هي بتسد النقص والعجز في اللحوم والدواجن، هي بتسد النقص في اللحوم والدواجن بالاضافة الى انها رخيصة الثمن. لو قارناها بالمنتجات الاخرى هلاقي مثلا باللحوم او الدواجن الاقي ان سعرها يعني يعتبر الاسعار بتاعته متفاوته في الانواع المختلفه، وده بيعد فرصه للناس اللي دخلهم او مستوى المعيشه منخفض يعوض النقص والعجز في اللحوم والدواجن. تمام؟ ده بالاضافه الى ان عدد كبير جدا من السكان بيقبل عليها خاصه ان القيمه الغذائيه بتاعتها مرتفعه جدا، يبقى تاني يعد من الاسماك والقشريات مصدر رئيسي للغذاء، وده نتيجه لسد النقص في اللحوم بيساعد في سد النقص من اللحوم والدواجن، خاصه ان رخيص الثمن لان الانواع عندي في الاسماك والقشريات متعدده جدا وبالتالي سعرها بيبقى متفاوت، فبيدي فرصة للناس اللي دخلها منخفض أو المستوى المعيشة بتاعها منخفض تقدر تحصل على الأسماك دي، بالإضافة لأن بيتم أو في عليها نسبة إقبال شديد من السكان خاصة إن القيمة الغذائية بتاعتها مرتفعة. إنتاج مصر من الأسماك حوالي 1.1 مليون طن، ورغم ضخامة الإنتاج يمس مليون طن، ايوه تقريبا مليون طن، وعلى الرغم من الانتاج ضخم وكبير جدا الا انه لا يكفي حاجه الاستهلاك، وبتضطر مصر انها تستورد من الخارج، وده اللي احنا قلناه واحنا بنشرح المشكله السكانيه، قلنا ان انا عندي زياده في الانتاج ولكن الزياده السكانيه بتلتهب اي زياده عندي في الانتاج. يا شباب طيب انتاجنا من الاسماك بنحصل على الاسماك دي منين؟ انا بجيب الاسماك دي منين؟ انا بجيب الاسماك من مصايد البحار زي البحر الاحمر المتوسط والبحر الاحمر بفرعيه والبحر الاحمر بخليجيه السويس والعقبه، بجيبها من البحيرات الشماليه زي المنزله والبرولوس وادكو، بجيبها من البحيرات الداخليه زي بحيره ناصر، بجيبها من نهر النيل بفرعيه دمياط ورشيد والترع زي ترعه الابراهيميه والاسماعيليه، ودي تعتبر اهم مصايد الاسماك عندي في مصر، بالاضافه الى مصايد الاسماك فانا عندي المزارع السمكيه. تاني اهم مناطق انتاج الثروه السمكيه بتشمل على مصايد بحريه متمثله في البحر المتوسط والبحر الاحمر بفرعيه أو بأسفة بخليجية السويس والعقبة، زائد مصايد بحيرية متمثلة في البحيرات الشمالية بحيرة المنزلة البرولوس إبكو مريوط، ومصايد بحيرية ودي عذبة زي بحيرة السد العالي أو بحيرة
ناصر، بالإضافة إلى مصايد نهرية متمثلة في نهر النيل بفرعي دمياط ورشيد والترع اللي موجودة على طول نهر النيل. وعلى الرغم من أن أنا عندي تعدد في مصايد الأسماك، لأن معظم الإنتاج السمكي عندي بنحصل عليه من المزارع السمكية، معظم الإنتاج بنحصل عليه من المزارع السمكية. ومجمل كده، على الرغم من أن الإنتاج المصري كبير ضخم، إلا أن مصر تستورد بعض الأنواع من الأسماك أو القشريات والرخويات. طب ليه؟ عشان أقدر أسد العجز والفجوة في الثروة السمكية، في أسد العجز في الغذاء نتيجة للزيادة السكانية الرهيبة اللي بتعاني منها مصر، على الرغم أن احنا إنتاجنا في تزايد مستمر فعلا ما شاء الله، إنتاجنا في كافة الموارد في تزايد مستمر، إلا أن مع الأسف الزيادة السكانية بتلتهم أي زيادة بتقوم بيها الدولة. تمام كده يا شباب؟ بنوه بس يا ميس إيمان، الطلبة اللي بتسأل على المنهج اللي داخل في الامتحان حسب ما هو مدرج على موقع الوزارة، الدرس الأول والتاني في الوحدة الثالثة، الدرس الأول والتاني في الوحدة الرابعة، لكن طبعا الدرس الثالث بيتشرح في مكانه وفي محله عادي جدا، واحنا شرحناه وقمنا بشرحه الأسبوع اللي فات، فهو يعني اتشرح وكله تمام، يعني سواء جاي أو مش جاي فاحنا كده شرحناه. طيب بالنسبة للأسئلة، احنا حطينا اللينك يا ميس إيمان، وطلبة كتير دخلت على فكرة حلت حل. الامتحان، يعني مديني استجابات كتير يعني، ما شاء الله، فأنا احنا هسيب معانا بقى الشباب ما شاء الله حضرتك على متميزين. الشات علشان تقولي لنا كده الطلبة أخبارهم إيه. تمام. حضرتك اتفضلي أول سؤال، وما تنساش طيب يا طبعا تكتب اسمك ومحافظتك. تمام. يعني الشباب اللي بيجاوب يكتب لنا اسمه والمحافظة بتاعته. طيب هنبدأ أول سؤال عندي. بسم الله الرحمن الرحيم. تعتمد الزراعة في بعض المناطق بمحافظة مطروح على، اتفضل يا مدير. تمام. طيب علشان نعرف نجاوب السؤال دوت، نبص كده نشوف مع بعض محافظة مطروح باينة قدامنا. طيب هي مش باينة قدامنا. طيب قدامنا في الكتاب حتى على الأقل سنة أولى الصور بتاعت أو الخرايط بتاعت أسفة بتاعت المحافظات، طبعا محافظة مطروح حسب ما أخذنا من المحافظات الحدودية ومحافظة كبيرة، جزء منها بيطل على ساحل البحر المتوسط والجزء الأكبر منها طبعا بيقع في الصحراء الغربية يا ميس إيمان، يبقى إحنا تمام. إن إحنا عارفينها كويس جدا محافظة مطروح، يبقى معنى كده هوت إنه المحافظة دي جزء كبير منها في الصحراء، يبقى اكيد في مياه جوفيه، لكن في جزء كمان على البحر المتوسط، يبقى اكيد بيعتمد على هي ميس ايمان على ايه؟ على الامطار والله الشتويه. انا ما اقدرش اتكلم لان الشباب كلهم يا ميس مرسى، يعني ايمن وروجين عماد ما شاء الله ومحمد سعيد، كله دول الشباب سبقوا حضرتك، وانا كنت لسه راح افتح الخريطه عشان اشوف موقع مرسى مطروح، محافظه مرسى مطروح موجود فين، لقيت الشباب سبقونا وكتبوا الاجابه. برافو عليكم، كاتبين الامطار الشتويه. برافو عليكم يا شباب، ممتاز. تمام. السؤال الرابع او السؤال اللي بعد كده، اسفه. تزداد الحاجه الى المصارف الزراعيه اذا كانت التربه. إيه طب يعني يا مس، وضح لنا كده بقى السؤال عشان نعرف احنا نجاوب او نسبق الشباب بدل ما هم كل مره بيسبقوا لنا. طيب بصوا يا سنه اولى، طبعا احنا عايزين اتفقنا ان الارض بتاخد جزء من حاجتها وجزء اخر مش محتاجاه، فاحنا عايزين نتخلص من الجزء اللي الارض مش محتاجاه، فهنلاقي ان معظم المصارف بتبقى موجودة في منطقة الدلتا، منطقة الدلتا اللي معظم تربتها تربة خصبة وتربة تقيلة، فاحنا عايزين المية دي زيادة، عارفين زي ما تكون هتبقى مية راكدة كده فوق، طب نعمل فيها ايه؟ ها لازم نتخلص منها، عشان لو ما تخلصناش منها هتضر بباطن الأرض أو هتضر بباطن التربة. طيب يبقى أكتر مكان هنلاقي فيه مصارف، حتى لو بصينا على خريطة الكتاب وعلى الشرح اللي جاي في الكتاب، هو مدينا ايه؟ مدينا مصرف بحر البقر في شرق الدلتا، مصرف ايتاي البارود في غرب الدلتا، ومصرف زفتة في وسط الدلتا، يمكن اراضي الوادي كلها تقريبا اللي هو الصعيد يعني يمكن بتعتمد على مصرف واحد بالكتير، اما معظم الاراضي المصارف هنلاقيها في ناحية الدلتا، لانه ده مع اتجاه كمان انحدار الارض، فاحنا عايزين كده نتخلص من كل المية الزايدة، عشان كده اكتر تربة هنبقى محتاجين نزود فيها المصارف الزراعية هي التربة التقيلة، وفي نفس الوقت
زي ما قلنا انه احنا عندنا المصارف زادت اكتر مع عشان هنلاقي عليه اسئله تاني، هنلاقي ان المصارف اعدادها زادت ونوعيتها زادت مع الري الدائم. وبس هنوه لحته كده برضو يا مس ايمان، في انواع المصارف يمكن برضو طلبه كتير مش بي بي بيسمعوها. المصارف نوعين، كان في الاول خالص كان في مصارف مكشوفه، يعني جزء كده يتحفر في الارض او مجرى كده في الارض ويبقى ماشي كده بجزء من الارض بالطول لحد ما يوصل ويصب في بحر او بحيره، بس يعني بداوا يحسوا ان المصرف المكشوف دوت بيسبب مشاكل وبيسبب تجمع حشرات وبيضر بذل بالارض، يعني مش بيفيدها. لكن بداوا يعملوا حاجه اسمها مصارف مغطاه، انهم يعملوا مواسير كده ضخمه في باطن الارض فيها ثقوب او فتحات تتسرب ليها المياه الزايده وتاخد المواسير دي او المصارف دي وبرده تنتهي ببحر او ببحيره عشان تتخلص منها في المياه المالحه. تمام، بس بنحب ننوه ليها يعني. تمام، سؤال رقم طبعا. تمام، شكرا يا مس. طبعا مي رفاعي، برافو عليكي. عندنا كمان مازن، عدد كبير جدا من الطلبه بس احنا عشان الوقت مش عارفه اقول كل الاسماء. برافو عليكم يا شباب، ممتازين. السؤال اللي بعديه، وانا متاكده بقى ان انا اللي هسبقكم واعرف اجاوب قبل ما انتم تجاوبوا. محدش يجاوب يا شباب لما انا اللي اعرف اجاوب. معايا كده مس، وساعديني بقى الله يخليكي. افضل الاماكن التي يمكن استصلاح الاراضي بها بحفر ابار جوفيه. يعني مس هو عايزني اختار من خريطه مصر ايه هي الاماكن اللي استصلح اراضي فيها واعتمد على مياه جوفيه خاصه مياه الابار، صح كده يا مس؟ صح يا مس، بالظبط كده. طبعا حتى لو حضرتك احنا الترم الاولاني واحنا اتفضل. ما انا كنت هربطها برضو زي ما حضرتك بالظبط، اتفضلي حضرتك يا مس. شاطره يا مس ايمان، كنت هربطها بالترم الاولاني، يعني لو احنا حتى مش شكرا يا مس. عارفين بالظبط ايوه كده. حضرتك قلت لنا، ايوه اتفضلي يا مس. حضرتك قلت لنا وربطت لنا ان المنطقه الوحيده اللي فيها ابار فيها واحات هي الصحراء الغربيه عشان فيها ابار وعيون، وبالتالي هي الصحراء اللي فيها بؤر من او مناطق من الاراضي الزراعيه نتيجه لوجود ابار وعيون، ودي خاصه بالواحات. وطبعا حضرتك كنت شرحتها لنا وانا كنت قاعده مركزه قوي، ان قلت لنا حضرتك قلتي ان الواحات متركزه او موجوده في الصحراء الغربيه دون الشرقيه او شبه جزيره سيناء سواء شمال او جنوب، وبالتالي تبقى الاجابه. هنشوف بقى الشباب مين اللي سبق وكتب لنا الاجابه. برافو عليكي يا ايه احمد من اسكندريه، وكمان معايا مي الرفاعي، برافو عليكم يا شباب. وده ندل على شيء، ده اللي يدل ان مس مرسى ما شاء الله بتقدري توصلي المعلومه بسهوله يا مس، الله يكرمك. شهد ابراهيم اسكندريه، ايمن ومازن، ما شاء الله الشباب كلهم جاوبين فعلا اجابات صحيحه، وتبقى الاجابه الصحيحه يا مس هي الصحراء الغربيه. تمام. تفضلي. السؤال اللي بعديه، أثرت أزمة مياه النيل سلبيا في زراعة محصول، أثرت أزمة مياه النيل سلبيا في زراعة محصول. طب يا مس قول لنا بس الأزمة إيه وإحنا على طول هنقول لك إحنا المحصول إيه. محدش يجاوب شباب لما أنا أسبقكم. طبعا أزمة مياه النيل إنه أنا تبقى مثلا حصة المية قليلة، الفيضان ما يجيبليش كمية كبيرة أو حصة كبيرة من المية، يعني نلاقي منسوب المية بيقل شوية في نهر النيل. طب أنا عندي محصول يا ميس إيمان من المحاصيل دي بيحتاج لمية كتير قوي، يعني بيعطش قوي ومحتاج مية كتيرة جدا في الري بتاعه، فأنا كده المفروض إن أنا يعني هعمل إيه، يعني هتصرف إزاي حضرتك في كده المحصول؟ جاوبت لي على السؤال، يبقى ما أنا هو كده أنا مش عايزة هدور أبقى على واقفة أكتر من المحصول. كده. أيوه حضرتك كده جاوبت لي على، حضرتك كده جاوبت لنا على السؤال، يبقى احنا المفروض ندور على المحصول اللي بتحتاج كميه مياه كبيره او غزيره، عايز كميه وفيره من المياه، هو ده اكيد اهم محصول او اكتر محصول هيتاثر بازمه المياه. وكان عندنا شهد ابراهيم من اسكندريه، برافو عليكي، ومازن من القليوبيه، ممتاز يا مازن، وجانا حمدي من اسكندريه، وايه احمد من اسكندريه، كلهم قالوا محصول الارز، وكده احنا هنجوع بقى ولا ايه؟ ان شاء تمام. الله ما هيحصلش كده باذن الله. ايوه تبقى ازمه الميه هتؤثر سلبا على المحصول اللي بيحتاج كميه غزيره من المياه وهو محصول الارز، وانتاجنا طبعا فعلا غزير من محصول الارز يا شباب. وحضرتك طبعا ميس ايمان، عشان بس انا الحته دي النت فصل عندي، كنت بتشرحي من شويه في الثروه السمكيه، وطبعا اتكلمتي عن المزارع السمكيه، فالمزارع السمكيه طبعا مرتبطه جدا بحقول الارز، يعني تمام بنربي الاسماك في داخل حقول الارز في احواض، لان هي طبعا من المحاصيل اللي بتتروي بميه كتير، فده طبعا مرتبط بالمزارع السمكيه. طيب السؤال اللي تمام بعده،
السؤال عادي، بس انا بس عايزه احيي الشباب جامد يا مس والله، سواء فريق البنات او فريق البنين كلهم ما شاء الله وبيسابقونا ما شاء الله. يعني احنا لسه هنقرا السؤال وفي شباب بادئين يجاوبهم. تجود يعني بتصلح الزراعه، صح كده يا مس؟ تجود يعني تصلح وتبقى كويسه حلوة. ومناسبه تمام. لزراعه محصول قصب السكر في التربه. يعني انا هزرع قصب السكر في التربه، ايه نوع التربه اللي بيحتاجها قصب السكر؟ انا عرفت يا مس الاجابه عشان حضرتك وانت بتجاوبي قلت لنا ان قصب السكر بيزرع في الوجه القبلي او في الجنوب، صح كده تمام الكلام؟ تمام تمام. طب طيب طبعا حضرتك محصول بقى قصب قولي لنا. السكر يا شباب، ايوه محصول قصب السكر من المحاصيل زي ما الكتاب قايل لنا عنه ان هو من المحاصيل المدارية الحارة. مبدئيا بيحتاج لدرجة حرارة مرتفعة، بيحتاج لمياه، بيحتاج لتربة خصبة جدا وتقيلة او طينية او طمية. طبعا عشان نلاقي كل الشروط دي متوافرة مع بعضها يبقى طبعا هنلاقيها في الوجه القبلي، عشان كده هو بيتزرع في التربة. ايه بقى مين جاوب عند حضرتك يا ميس ايمان؟ التربة اي الطمية. احمد من اسكندريه، اي احمد من اسكندريه، ما شاء الله ما شاء الله جاوبت. وعندنا اي ايمن، وعندي ليديا وليم او ويليام من القاهره، ومي الرفاعي لا ما جاوبتيش، ماشي. ندى ابراهيم، ما شاء الله الاجابات كلها جميله. روجين عماد، كلهم قالوا التربه الطمييه الخصبه. السؤال اللي بعديه، تصل مياه النيل، احنا بس بنجري يا شباب معلش اعذرونا بس عشان الوقت، تصل مياه النيل الى الترعه الابراهيميه عبر قناطر. اتفضلي يا تمام. مس. السؤال ده يا ولاد لما لو جالنا في الامتحان دلوقتي هتجيلنا قدامه خريطة، هتجيلنا قدامه خريطة، انت تمام بقى بتبص في الخريطة اللي قدامك وتشوف ترعة. احنا اتفقنا ان الترع مرتبطة بالقناطر، يعني الترع بتخرج من امام القناطر. طبعا بصينا على ترعة الابراهيمية هنلاقيها يا ميس ايمان بتخرج من امام قناطر اسيوط. حد جاوب عند حضرتك الاجابة أصيل. بسرعة كده؟ ايوه مازن ما شاء الله من القليوبيه، برافو عليك يا مازن، هو اول واحد جاوب معانا. وطبعا في ناس كتير، مريم وعماد وايا ايمن، مجموعه كبيره برضو جاوبت، برافو عليكم يا شباب ممتازين. السؤال اللي بعديه، يمكن التغلب على بعض سلبيات الري التقليدي من خلال زياده اعداد العباره ام خاطئه؟ يا مس حضرتك تمام. قلت لنا، طب حضرتك ممكن تفرق لنا بين الري التقليدي والري الحديث او الري المستحدث عشان طبعا بس نقدر نحط ايدينا على الاجابه على طول؟ اتفضل يا مس. طبعا الري تقليدي الري بنغمر كده الاراضي الزراعيه، لكن ري برافو. حديث ري بالرش مثلا او ري بالتنقيط ده بيعمل نوع من ترشيد الاستهلاك للميه. فطبعا انا اقدر اتغلب عليه من خلال زياده اللي هو الري التقليدي من خلال زياده اعداد المصارف. طبعا العباره صحيحة. حد جاوب مع حضرتك يا ميس؟ صحيح. ان كان جاوبوا فهم جاوبوا من قبل حتى احنا ما نقرا السؤال والله. جنى طيب حمدي من اسكندريه، برافو عليكي. ومازن وشيرين ومورا يوسف، كلهم ما شاء الله جاوبوا اجابه. يا احمد كل الشباب ما شاء الله مجاوبين اجابه جميله ما شاء الله، احنا برافو هناخد ده عليكم يا اخر شباب. سؤال معلش يا ميس ايمان، سؤال رقم 10 تمام ونختم. تمام عشان بس الوقت يا شباب معانا بس بيجري، احنا ما اعرفش الوقت ماكو بيخلص بسرعه ازاي. يتم صرف المياه الزائدة عن حاجة الأراضي الزراعية بمحافظة البحيرة عن طريق مصرف. يبقى احنا كده يا مس محتاجين خريطة عشان نشوف محافظة البحيرة دي موجودة في شرق ولا غرب. شوف انا بدلكوا على الإجابة ازاي، بس هو حد يجاوب قبلي. احنا محتاجين خريطة علشان بس اشوف موقع محافظة البحيرة موجودة فين، هل هي في شرق الدلتا ولا في غرب الدلتا ولا في وسط ولا في الوادي. ومجرد ما اعرف موقعها على الخريطة هشوف المصارف، اقرب مصرف ليها يبقى هو دي الإجابة الصحيحة، صح كده طبعا يا مس؟ الولاد الشاطرين هيبقوا كاتبين ايتاي البارود او مجاوبين يا ميس ايتاي البارود. ايوه شهد ابراهيم من اسكندريه، وايا احمد وايمن وجنى حمدي وعاصم بهاء، ما شاء الله كلهم، وروجين عماد، كلهم ما شاء الله كاتبين مصرف ايتاي البنك. تمام. احنا كده يا ميس ايمان يعني هنسيب لهم بقية الفورم، وهم ان شاء الله احنا شايفين فيه يعني تجاوب وبيجاوبوا معانا، ما شاء الله تجاوب شديد فهنسيبهم ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم. فهنسيبهم كده يكملوا ان شاء الله، ونلقاهم ان شاء الله مع حصة يوم الحد نفكر تاني بميعادها الساعة 12 وربع، وحصة يوم الثلاث تمام الساعة 2 وربع. احنا يعني عدنا شرح المرة اللي فاتت عشان الطلبة اللي كانت لسه ما تعرفش المواعيد، فابقوا فاكرين بقى مواعيدنا. المواعيد دي مستمرة لحد ان شاء الله نهاية رمضان. كل سنة وانتم طيبين، وطبعا قبل الامتحان ان شاء الله هنعمل حصة مراجعة.